حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقي على الانتخاب بالنظام الفردي والجدول أولاً الفردي المرفق به وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014. ثانياً بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي والجدول أولاً الفردي المرفق به. ثالثاً برفض ما عدا ذلك من طلبات.